بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو سبورتنج بتاع البروبلمز للليسون الاولاني اللي بيتكلم عن الموشن والفورس، البروبلمز الخاصه بالسبيد الاولى سنه. كويستشن 1 هنا بيقول عندي كار موفينج ان ا ستريت روت ات يونيفورم فيلوسيتي سو ذات ات باسز باي 151 كيلومتر. بيتكلم على عربيه، واحد مسافر وفي الطريق عدى على لوحه اللوحه اللي بتقف في الطريق اللي فيها المسافه الباقيه، لقى نفسه مكتوب ان هو عند قطع 151 كيلومتر. الكلام ده كان at 8 p.m. a.m. الساعه 8 الصبح. بعد كده بعديها لقى نفسه عدى على distance تاني، لوحه تانيه مكتوب عليها 316 كيلومتر بس at 10 a.m. الساعه 10 الصبح. يبقى دي عندي time 1 وtime 2 وdistance 1 وdistance 2 وعايز الكار فيلوسيتي. فالفي بتاعت الكار المفروض ايكوال ايه؟ هو المفروض من 8 الصبح ل 10 الصبح، يعني لو عملت 10-8 يبقى معناه ان انا بقى لي ساعتين بمشي. انا الساعة 10 كانت اللوحة اللي ماشي شفتها كانت ب 316 كيلومتر، والساعة 8 كانت كام؟ 151. يبقى انا هنا في المسألة دي بعتمد على ان الفلوستي الديسبليسمنت اوفر التايم. المثلث ده يعني دلتا، يعني الديفرنس، يبقى كأنها d2-d1 over a t2-t1. دي اللي انا استخدمتها هنا، فهتبقى 316-151 over 2. هنا هتطلع 165 متر، ويبقى الريزلت بتاعي انها تطلع ب 82.5 كيلومتر بير اور. طيب هو لو عايزها بالمتر بير سكند، هاخد الرقم ده واعمله ايه؟ 82.5 اعمله ديفايدد او تايمز، خليها اسهل يعني 5 اوفر 18 عشان احوله من الكيلومتر بير سكند لمتر بير، من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند. يطلع معايا الريزلت بكام؟ 22.91 متر بير اي بير سكند. Question 2: Calculate the time required for the sunlight to reach the Earth's surface. وهنا عايز ايه؟ Time. If the distance between sun and the earth كانت بالرقم ده بالكيلومتر، واللي speed of light in space سرعة اللايت في space ب 3 by 10 power 8. طيب انا عارف كويس قوي الترينجل بتاعي ان الفيلوسيتي ديسبليسمنت اوفر تايم، فانا لو عايز التايم هيبقى الديسبليسمنت اوفر الفي. الديسبليسمنت ب 1496 باي 10 باور 5 بس دي بالكيلومتر، فعشان احوله للمتر هعمله باي 10 باور 3 ديفايدد سرعة اللايت في الاير 3 باي 10 باور 8. يطلع معايا التايم ب 468.60، انت تلاقي عندك 66666 يعني approximated 67 second. طب لو التشوز كان عندي بالمينت، هو معامل الرقم ده ديفايدد كام؟ 60 عشان احوله للمينت. فلو عملت الانسر ديفايدد 60 هتطلع معايا كام؟ تطلع معايا 8.31 مينت، وده تقريبا فعلا التايم اللي بياخده اللايت عشان يوصل من الايرث للسن. Question 3: In football match the pool was at 50 meter away from player. طب ايه دي؟ دي بالنسبه لي distance، يبقى الديستنس الاولى ب 50 متر. Who was running at 3 meter per second، يبقى دي الفي 1 equal 3 meter per second. Meanwhile another player was at 35 meter. كان في player تاني الديستنس بتاعته كانت 35 meter from the pool and ran وبيتحرك بسرعة الV بتاعته كانت 2 meter per second. فبيقول لي who reached the pool first، يعني هجيب التايم بتاع الاولاني والتايم بتاع التاني واشوف مين اللي كان وصل الاول، اللي اخد وقت اقل وصل الاول.
فالتايم بتاع الاولاني هتبقى دي 1 اوفر في 1 يعني هتبقى 50 اوفر 3. واجيب التايم الثاني هيبقى دي 2 اوفر في 2 يعني 35 اوفر 2. 50 اوفر 3 تطلع ب 16.67 سكند. اما 35 اوفر 2 هتطلع ب 17.5 سكند. يبقى مين الاقل؟ يبقى تي 1 اقل من تي 2. يبقى ده معناها ان الفيرست بلاير هو اللي ريتش فيرست. في question 4 calculate, وده سؤال كان في كتاب المدرسة, calculate the average velocity in kilometer per hour for an athlete who covered a distance of 400 meter in 30 minutes. يعني عندي athlete عداء مشي في الأول 400 meter في time 30 minutes. Then يبقى اتنقل لحالة تانية, find the distance. بعد ما تجيب دول هات الديستانس. يبقى خليني خطوة خطوة. الأفريج فيلوسيتي الأول هي الديسبليسمنت على التوتال تايم. طيب الديسبليسمنت هو قال لي هنا 400 متر أوفر التايم ب 30 مينت, بس مش بشتغل بالمينت بشتغل بالسكند, فأعملها باي كام؟ باي 60. فتبقى 400 أوفر 30 باي 60 تطلع معايا ب 0.22 متر بير سكند. طب لو هو كان عايزها بالكيلومتر بير اور مش اي مشكلة, هاخد الرقم 0.22 واعمله divided 5 over 18 عشان احوله من المتر بير سكند لكيلومتر بير اور. فتطلع معايا كام؟ تطلع معايا 0.8 كيلومتر بير اور. طيب ده الطلب الاولاني. بعد كده بيقول لي عايزك تجيب الديستنس covered in 45 minutes. يبقى في تايم تاني ب 45 minutes عايز يجيب منه الديستنس او displacement. لو الافرج velocity kept unchanged يعني ال VD ما تغيرتش فضلت زي ما هي. طيب هو انا يا مستر اخد اللي بالمتر بير سكند ولا بالكيلومتر بير اور؟ لا هاخد اللي بالمتر بير سكند لان انا طلع الديستنس بالمتر. لو كان اللي تشوز كده فالديستنس او الديسبليسمنت ايكوال فيلوسيتي تايمز التايم. الفيلوسيتي كانت 0.22 بس التايم كان 45 مينت, ولاني مش بشتغل بالمينت بشتغل بالسكند فاعملها باي كام؟ باي 60. هتطلع معايا تقريبا 600 متر. question 5 وده السؤال مهم جدا. Two children's A and B ran toward each other where the distance between them is 135 meters. تعالوا نتخيل كده to visualize الفكرة. أنا عندي children A و children B. الولدين دول ما بينهم distance ما بينهم كلها 135 meters. If the velocity of the child A, لو كان سرعة الولد الأولاني ب 6.75 meter per second وسرعة الولد الثاني 5.25 meter per second, عايز إيه بقى؟ عايز the distance covered by each child until they met. يعني الاثنين هيجروا على بعض, هيتقابلوا الاثنين في نقطة معينة, هيكون كل واحد مشي قد إيه بالظبط من ال 135 متر. بس في الاخر المفروض ان الاثنين مشوا كام؟ مشوا ال 135 ومش هيعدوا الرقم ده. فانا عايز اعرف لو الاثنين جريوا على بعض هيتقابلوا, ويتقابلوا لما يتقابلوا مع بعض هيكون كل واحد فيهم مشي كام متر من ال 135 على ما يتقابلوا في نقطه يبقوا فيها الاثنين جنب بعض. طب احنا بقى لو عايزين نحل السؤال ده نعمل ايه عشان نجيب الديستانس اللي مشيها كل واحد من الاثنين؟ بصوا, اولا انا هجيب ال V average للاثنين مع بعض. المفروض ال V average لإما total distance over total time, او ممكن اعمل VA plus VB over 2. سرعة البادي A كانت 6.75 والتاني 5.25 over 2, يطلع الاثنين average سرعتهم كام؟ 6.
طيب نيجي بقى، طب نفكر نحل ازاي. اقول لكم بقى على السر. هنا احنا اتكلمنا عن الديستنس واتكلمنا عن الفيلوسيتي، والاتنين دول مرتبطين في القانون بتاعي بان ال v distance over time. طب لو انا عندي distance و v بس وعايز احل عن ال distance ومفيش اي كلام عن التايم، يبقى ابدأ بالتايم. يعني ايه يا مستر؟ يعني باني ما جبتش سيرة التايم في الاكويشن، ابدأ بيها. بمعنى ايه؟ المفروض ان التوتال تايم الاتنين اللي خدوا الاتنين عبارة عن تايم بتاع بادي A بلس التايم بتاع بادي B. طيب التايم ايكوال ايه؟ ايكوال الديستنس على الفيلوسيتي، او الديسبليسمنت على الفيلوسيتي. ده الكلام ده التوتال ايكوال بالنسبة لايه؟ هيبقى الديستنس A على VA. طب والتاني يبقى displacement B over VB. طيب وبعدين بصوا بقى وركزوا في اللي هقوله. الديستنس التوتال هو قال لي انها ب 135، والفي توتال هي الفي افريج اللي احنا جبناها هنا بكام؟ ب 6. ايكوال الديستنس بتاعت ايه؟ انا ما اعرفش بكام، لكن في ايه المفروض انها ب 6.75، والديستنس بتاعت بي برضو مش عارفها، بس مش هكتبها دلوقتي وهقول لكم ليه، لكن الفي بي ب 5.25. بصوا بقى السر اللي هنقوله ده، خلي بالكم. المفروض ان الديستنس التوتال هي المسافة اللي مشيها ايه بلس بي. طب الديستنس التوتال بكام؟ 135. دي عبارة عن الديستنس لأوبجكت A أو للشايلد A و B. طيب ما أنا ممكن أودي ال B هناك بالنيجاتيف أو أودي ال A بالنيجاتيف، يعني ممكن أقول إن ديستنس B إيكوال 135 ماينس ديستنس A، لأني وديت ال A هناك بال A، وديت ال A بالنيجاتيف. ساعتها هيبقى ممكن احط مكان ديستانس بي هنا، احط مكانها كام؟ احط مكانها 135 ماينس ديستانس اي. انا عارف طبعا انه ماثيماتكس تقيل شوي، لكنها فكرة. ممكن بقى نحل الاكويشن دي بطريقة الشيفت سولف، يعني اكتب الارقام دي وبطريقة الشيفت سولف على الكالكليتر، ودي انا هشرحها لكم على الايه في الحصة اونلاين او في السيشن بتاعنا في السنتر. هنكتشف ان الدي اي هتطلع معايا بكام لما عوض؟ تطلع 75.91 متر. دي الديستنس اي. طب لو عايز الديستنس بي هستخدم بقى الاكويشن دي، يبقى الديستنس بي ايكوال 135 ماينس الديستنس اي اللي هي 75.91، فتطلع 59.1 متر. طبعا انا عارف انه سؤال مش سهل، صعب وفي فكرة، لكنه سؤال مهم جدا، قد يجي لي فكرة شبهه بس ابسط شوي. Question 6. A student left his home at 8 PM. نزل 8 الصبح to school in is 1.5 كيلومتر. المسافة من بيته للمدرسة او من المدرسة لبيته 1.5 كيلو. If he arrived 8:45 AM، لو وصل 8:45 دقيقة او 9 الا ربع، يبقى الستيودنت فيلوسيتي كام؟ طيب انا عارف ان الفيلوسيتي هي الديسبليسمنت اوفر التايم، هو عايزها بالكيلومتر بر اور، فانا هسيب الديسبليسمنت 1.5، لكن التايم هنا هو الديفرنس ما بين الوقت اللي الولد وصل للبيت ماينس 8 الصبح اللي هو الوقت اللي اتحرك منه، فتبقى 0.45 hour ساعة الا ربع، فتبقى 1.5 over 0.45 تطلع معايا 2 كيلومتر per hour. Question 7. The opposite figure represents the path of two bodies. The first start to move from A
and return in 9 seconds. الجسم الأول بدأ يتحرك من A ورجع بعد 9 seconds. والجسم الثاني اتحرك من B ورجع أو راح ل C في 4 hours. يبقى التايم هنا كان 9 seconds والتايم هنا كان 4 hour. عايز الديستانس covered by both bodies. طبعا الديستانس دي سكيلر، فالديستانس بتاعت ايه هجيب كل الارقام بلس 4 بلس 5 بلس 2 بلس 1 بلس 6 هعملهم كلهم صم عادي جدا فيطلعوا كام 18 متر. طب بالنسبة للديستانس لبادي بي برضو هعملهم كلهم بلس بس دول بالكيلو 2 بلس 2 بلس 1 بلس 3 بلس 7 بلس 5 يطلعوا كلهم ايه 20 كيلومتر. طيب عايز بقى ده الطلب الاول. الطلب التاني عايز الديسبليسمنت، فجيب الديسبليسمنت ليه ايه راح وريتيرن باك. طالما قال ريتيرن باك يبقى الديسبليسمنت بكام؟ بزيرو. طب بادي بي انا عايز الديسبليسمنت في المسافه ما بين الستارت والاند هنا، يبقى هي المسافه دي. طب دي كام؟ من هنا لهنا دي كلها 7، من هنا لهنا دي بس 2 و1 يبقوا كام؟ 3. يبقى باقي ال7 كام؟ 4. يعني الديسبليسمنت عبارة عن 7 كيلو ماينس 2 و1، 7 دول وشلت منهم 2 وال1 دول فتبقى كام؟ 4 كيلومتر. طب انا كده خلصت؟ لا، لانك لازم تقول الدايركشن عشان دي فيكتور. فانت في الاخر مشيت من بيل سي يعني مشيت داون، ممكن تقول داون او تقول ساوث والاتنين صح. طيب يبقى انا كده جبت الديسبليسمنت لA والبي. عايز الافريج سبيد. طيب الفي افريج سرعة ديستانس اوفر تايم. في الحالة الاولى الديستانس كانت ب 18 والتايم كان ب 9 فتبقى الافريج سبيد 2 متر بير سكند. طيب ده لبادي A. الافريج لبادي B برضو ديستانس اوفر تايم فتبقى 20 كيلومتر اوفر 4 تبقى 5 كيلومتر بير اور. وعايز كمان الافريج فيلوسيتي. يبقى الافريج فيلوسيتي لA عبارة عن الديسبليسمنت على التوتال تايم. الديسبليسمنت ليه كانت 0 والتايم 9 فاكيد الديسبليسمنت بزيرو. طب الفي افريج لبي كان برضو الديسبليسمنت على التوتال تايم. الديسبليسمنت كانت في الاول بكام؟ قلنا هنا بفور والتايم برضو كام؟ 4 يعني 1 كيلومتر بير اور. Question 8. Sound travels at an average speed 340 meter per second. فسرعة الساوند 340 meter per second. دي سرعة الصوت. بيسموها في الطيارات 1 ماخ. ماخ دي يعني اللي هي سرعة الساوند. Lightning from a distance thunder cloud is seen almost immediately. Lightning أول ما بينتج اللي هو البرق، أول ما بينتج في السحاب بيتشاف فورا. لكن الساوند انه ابطا بيجي بعديه بشويه. If sound of thunder reach the earth 3 seconds later. يعني ايه؟ يعني التايم اللي خده الساوند كان عباره عن التايم اللي بياخده اللايت وزودت عليه كام سكند؟ 3، متاخر 3 ثواني. How far away is the storm؟ يبقى الستورم دي على بعد قد ايه؟ هنا بقى هو قال ان اللايت وصل immediately، يعني اعتبر ان التايم بتاع اللايت بزيرو، يبقى التايم بتاع الساوند بكام؟ بثري. هنا هو كل اللي عايزه how far، يعني عايز الديستنس. طيب دي سهلة خالص خالص خالص. بما ان ال v distance over time يبقى displacement او الديستنس ال velocity او ال speed by time. طيب الفي بكام؟ هو قال لي 340 والتايم تيكن
3 يبقى 1028 متر. Number 9, a car travels along a U-shaped curve for a distance 400 meter in 30 seconds. العربية دي تمشي في shape على شكل U. The distance اللي هتمشيها قال لي 400 meter في time 30 seconds. If the final location, however, its final location, ده الشكل النهائي أو الخط النهائي ليها, is only 40 meter from starting position. However, لو كان 40 متر بس from starting position, what is the average speed and what is the magnitude of the average velocity? يعني لو ال final location بتاعها كان 40 متر من starting point, what is the average speed and what is the magnitude of average velocity? السؤال معناه ايه ببساطة؟ لو البادي دي ال starting point بتاعته ودي ال ending point, وهو عشان يمشي كل المسافة دي كانت الديستانس دي ب 400 متر. لكن لو الكار مشيت دايركتلي في ستريت لاين من الستارت للإند هتبقى الديسبليسمنت ب 40 متر بس. يبقى الرقم ده ديستانس اللي هو ال 400 والرقم ده ديسبليسمنت. فلو عايز الافريج سبيد هتبقى الديستانس اوفر التايم, يعني هتبقى 400 over 30, فتطلع معايا ب 13.33 متر per second. أما لو عايز الـ average velocity فهتبقى displacement over time, يعني تبقى الـ 40 over 30 لأن التايم هنا مشترك ما بينهم, فتبقى 1.33 متر per a per second. Question 10, هنا a man walks for 4 minutes directly to north. عندي شخص هيمشي northward لمدة time 4 minutes with an average velocity بأفريج velocity 6 كيلومتر per hour. Then she الwoman دي walks eastward. طيب نفتكر كده هنا north south east west, يعني هتمشي eastward بفي كام؟ 4 كيلومتر بير اور في تايم قد ايه؟ في تايم 10 minutes. فانا عندي v1 وv2 وt1 وt2. اولا عايز الaverage speed for the trip او الaverage velocity بتاعتها. بصوا يا جماعة بقى الموضوع هنا محتاج شوية تركيز. بما اني في الطلب الاول عايز الـ average speed فانا عايز الـ total distance على الـ total time. طيب الـ distance هنا بكام؟ عشان اجيب الـ distance الاولانية احنا قلنا من الـ triangle ان الـ v distance over time, يبقى الـ distance الـ v times the time. الـ v الاولى ب 6 كيلومتر واعملها تايمز التايم 4 ديفايدد 60. 4 ديفايدد كام؟ 60. ليه؟ عشان احول من المينت للاور. هتطلع معايا كام؟ تطلع معايا ب 0.4 كيلومتر. يبقى المسافة اللي مشيها الأول كام؟ 0.4. طب تيجي للديستانس التانية v2 times التايم التاني, المسافة التانية كانت كام؟ 4 كيلومتر times التايم 10 over كام؟ over 60, طلعت 0.67 كيلومتر. تعال بقى نجيب الأفريج سبيد, التوتال ديستانس تبقى كام؟ عبارة عن ديستانس 1 plus ديستانس 2 over time 1 plus time 2. Time distance 1 بكام؟ 0.4 كيلومتر. Distance 2 كام؟ 0.67 over time 1 كان 4 minutes ومعاها 10 minutes, بس دول
لازم يتحولوا للاور. فبعد ما عملتهم بلس عملتهم ديفايدد كام؟ 60، عشان يبقى التايم بالاور لما الديستنس تبقى بالكيلو. يبقى الافريج سبيد هتطلع معايا 4.58 كيلومتر بير اور. ده لو انا عايز الافريج سبيد. طب لو عايز الافريج فيلوسيتي، خلي بالكوا بقى هنشيل هنا شويه دول عشان اوريكوا الفكره. انت لو عايز تجيب الافريج فيلوسيتي، المفروض ان الافريج فيلوسيتي عباره عن ايه؟ في الطلب الثاني الافريج فيلوسيتي هي الديسبيسمنت اوفر التوتال تايم. الديسبيسمنت فين؟ الديسبيسمنت هي الشورتست ستريت لاين من الستارت للاند، دي الديسبيسمنت. طب اجيبها ازاي يا مستر؟ ما انا عندي ده رايت انجل ترانجل، فاجيب الديسبيسمنت بالبايثاغورس يعني روت الديستنس 1 باور 2 بلس ديستنس 2 باور 2 يعني ايكوال روت ديستنس 1 كانت ب 0.4 سكوير بلس ديستنس 2 ب 0.67 برضو سكوير، واطلع الريزلت هيطلع معايا بكام؟ طلع معايا ب 0.78 كيلومتر. يبقى لو عايز الديستنس الافريج سبيد تبقى ديسبيسمنت اوفر تايم، الديسبيسمنت بكام؟ 0.78. طب والتايم؟ التايم زي ما هو هيبقى 4 بلس 10 وما انساش اعمله ديفايد 60 عشان يبقى بالاور لما كانت ديستانس بالكيلومتر، فتطلع معايا الريزلت ب 3.33 كيلومتر بير اور. يبقى الفكره كلها كانت ان اجيب الديستانس واجيب الديسبيسمنت. اخر بقى سؤال كان عندنا في الهومورك كان جراف. هنا بيقول لي use opposite graph to find. الجراف هنا اتفقنا بص دايما مين على الواي ومين على الاكس. الواي عندي distance والاكس time، يبقى انا عندي جراف من distance والtime. عايز اولا التوتال distance، دي سهلة جدا لان هو بدأ من الزيرو، مشي كام متر؟ 10 متر رايح و 10 متر راجع، يبقى distance اللي مشيها البادي 10 plus 10 تبقى ايه؟ تبقى 20 متر. طب لو عايز الديسبيسمنت، المفروض ان هو بدأ ورجع تاني عند الزيرو لانه موف باك فورورد وباك يعني ريتيرن تو ذا سيم ستارتنج بوينت، فتبقى الديسبيسمنت بكام؟ بزيرو. طب لو عايز الفيلوسيتي في اول 5 سكند، طيب الفيلوسيتي ايكوال ايه؟ الديسبيسمنت اوفر التايم. في اول 5 سكند كان مشي كام؟ كان ماشي 10 متر. over 5 زي ما انت قلت تبقى 2 متر per a per second. بكده يبقى احنا خلصنا فيديو الهومورك الاول اللي على lesson الموشن والسبيد. ان شاء الله هنلاقي فيديوهات بقى الحل بتاعت اللي تشوز كان نزل قبل ده، وكمان فيديو الشرح يبقى نزل معاكو، يبقى انتو كده معاكو الشرح والتشوز والبروبلمز. وان شاء الله نتقابل في الفيديو بتاع الاكسلريشن، وما تنسوش الكويز في الميعاد الجاي. نشوفكم على خير يا شباب، السلام عليكم.